نظم مجموعة من مهندسي ومهندسات البترول وقفة احتجاجية ليعلنوا من خلالها عن مدى تضررهم من آلية اختبارات التوظيف التي أجرتها لهم شركة نفط الكويت. احنا اليوم مهندسين ومهندسات البترول متخرجين من اكثر من جامعة معتمدة سواء بالكويت ولا خارج الكويت، جايين بنوصل صوتنا. اللي صار بامتحان الكي او سي المفروض ما ينعاد، ما يصير شركة نفس الكي او سي ما عندها قاعة تمسك فيها كل المتقدمين ويمتحنونهم على فترات بيوم واحد عشان يكون في تكافؤ للفرص. ما يصير ينزلون اعلان عقب سنتين ويطلبون من الشباب والشابات ان انتوا عقب 3 سنين شهادتكم قطوها. ما يصير الناس هني شهاداتهم عليا وممتحنين امتحانات طول السنين اللي درسوها بالجامعة وبعدين تي انت تقيمهم بساعة واغلبهم يسقطون وهم درجاتهم جدا عالية وموجودين اساميهم بلوائح الدسم. اخواننا اعضاء اعضاء مجلس الامه، منو فيكم تكلم عن مهندسين البترول اللي موجودين في الوقت الحالي؟ شوفوهم وراي بالكاميرا، شوفوهم وراي، هذول كويتيين وفي بعضهم ما حضروا، في ناس ما يبون يحضرون خوف. ليش سببتوا لهم هذا الخوف؟ شنو هي الاسباب؟ احنا نعتقد بكوننا مهندسين كويتيين مستحقين بان ندخل دخول فوري مو بآلية، واللي نجحوا الله يوفقهم. طبعا احنا لا يمكن ان ننهض حقوقهم كان اجتازوا اختبارات بما حطوه هم يا مؤسسة البترول الكويت او الكي او سي. الحين احنا عندنا شركات نفطية بالكويت، كم شركة نفطية عندنا بالكويت؟ 9 شركات من مؤسسات البترول الكويتية اللي موجودة مثل ما هي الحين عندكم. عندنا شركات خاصة، ليش ما يصير فيه نسبة تكويت عالية؟ ليش ما تسوون هذه الطريقة؟ شنو هي الأسباب اللي عندكم؟ جميعنا تخرجنا من جامعات معتمدة وموثوقة، يعني أقل واحد فينا دارس يمكن 5 سنين. مو معقول علشان أنت تي وتقيم مستواي تحط لي امتحان مو مكفيتك شهادتي، مو مكفيتك المعادلة، مو مكفيك كشف الدرجات، مو مكفيكم المعدل، بتحط لي امتحان تخصص. لا تركز لي على مادتين، لا ومادتين يعني كلش مو جنرال بالبتروليوم انجينيرينج. نهائيا الامتحان كان جدا ظالم، الوقت وايد قصير، عندنا كالكوليشن حيل طويل يحتاج منه وقت زياده، السيستم كان يقعد يكرر لنا الاجابات، بعض الاجوبه كانت تطلع لنا غير عن الموجود تماما. غير كذي الناس اللي امتحنوا باول يوم ما اخذوا فرصه نفس اللي امتحنوا بثالث ورابع وخامس يوم. احنا واقفين هنا محتجين على اللي حاصل في القطاع النفطي بشكل عام واللي حاصل معنا كمهندسين بترول بالاخص. يعني انا مهندس بترول اتوظف وين يعني غير القطاع النفطي؟ يعني ما في مجال اخر يستقبلني كمهندس بترول. فانا اوجه سؤال الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماي دكتور خالد الفاضل، يعني اذا انا مهندس بترول ما اتوظف بالقطاع النفطي وين المكان اللي ممكن يستقبلني؟